السلام عليكم متابعي قناة علم أزرع، وهذه الحلقة الجديدة من العيادة البيطرية. نتكلم اليوم عن كيفية مكافحة الجرذان والفئران التي تسبب الأضرار لحيوانات المزرعة وغذائها. فهذه الجرذان نلاحظ أنها تتغذى على الأعلاف، كذلك تضع برازها وفضلاتها على هذه الأعلاف مما يؤدي إلى تلفها، وكذلك تساهم في نقل العدوى حيث أنها تنقل الأمراض عن طريق جسدها وملامستها لهذه الأغذية إلى الطيور أو الحيوانات. هذا بالنسبة للأعلاف، وأيضا تسبب أضرار للحيوانات حيث أنها تعمل على قتل الطيور، كما نلاحظ في الدجاج البياض عندما يكون الطائر موجود داخل القفص فإنها في الليل تنتشر هذه الجرذان والفئران وتعمل على قتل الطيور حيث أنها تتغذى على دمائها. لذلك يجب التخلص منها للمحافظة على القطيع وعلى صحة هذا القطيع من الأمراض وانتقال الأمراض التي تنتقل عن طريقها. لذلك هناك الكثير من الوسائل للتخلص من الجرذان، ولكن أنجح وأنجع طريقة للتخلص من الجرذان والفئران داخل المزارع هي طريقة السم، حيث يمكن استخدام سم ريتمون للتخلص من الجرذان، حيث يوضع هذا السم كما تشاهدون في هذا الفيديو على الأعلاف، حيث نقوم بإحضار 1 كيلو من الأعلاف التي تسببت في إتلافها هذه الجرذان، ونقوم بوضع 20 سنتي أو 20 مل من هذا الدواء على الأعلاف ونقوم بخلطه جيدا. بعد ذلك نقوم بإغلاق هذه الأكياس ووضعها كما تشاهدون في الفيديو، يتم وضعها داخل المزرعة في عدة أماكن بحيث تأتي هذه الجرذان وتأكل منها. في العادة هذه الجرذان والفئران ترسل أحدا منها ليتفحص الأمر، فإذا لم يمت هذا الجرذ فإنها تأتي وتأكل من هذه الأعلاف. الميزة الرائعة في هذا السم أنه يبقى لمدة 3 أيام، بعد ذلك يبدأ التأثير على الجرذان ويقتلها. لذلك بهذه الطريقة نضمن أن عدد كبير من هذه الجرذان قام بالتغذية على هذه الأعلاف المسممة، وبالتالي يموت عدد كبير منها. إذا أعجبك هذا الفيديو فإنه يسعدني الانضمام إلى القناة وتفعيل زر الجرس كي يصلكم كل جديد. كان معكم المهندس مالك أبو هربيط، قناة علم الزراعة.